كيحاولوا نديروا كونسيموني اقرب الحاجات بالنسبه لنا حنايا. اللي نقدروا نديروا دابا هو ملتمس ملتمس المجلس الاقليمي وملتمس لرئيس اللجنه الاقليميه للمبادره الوطنيه للتنميه البشريه زعما كان شي مساهمه ولا شي حاجه. بالنسبه للمبادره نرفعوها على الفرص سميتو اقتناء السيارات وتخصيص ميزانيه منحه تسير منحه ديال تسير المجلس الاقليمي كذلك باش التوجه. حنا كمجلس غنعاودو نجتمعو بخصوص هذا المشكل هذا نعاودو جابت لينا شي حلول ولا شي حاجه غنعاودو نتواصلو ان شاء الله مع المديريه الاقليميه للتعليم ويكون خير ان شاء الله. حنا الموافقه بعدا على ملتمسين ملتمس للمجلس الاقليمي وملتمس رئيس اللجنه الاقليميه للمبادره الوطنيه للتنميه البشريه. طيب الاخوان دوزو الموافقون على رفع ملتمسين. جماعة حاضرين نبداو بواحد حاج لي عبد الرحمن شكون اللي صوت لي باش يكون معاك موافق. واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة مجموع صوت على حاج لي واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. أمينة اللي سمع سميتو وما صوتش يقول لي لا. أمينة نزهة حاج لي زلال عزيز صقر سعيد بي عبد الصمد مدرب محجوب أبجي ثلاثة دراسة ومصادقة على ملحق تعديل للقرار القرار الجبائي. هذا الأسعار ديال الرسم القرار الجبائي باش اللي دا ديك المنطقة الصناعية دا خاص يكون عندك باش الإجراء. قبل تحديد ديال السومة اللي كيبدا القانون كيعطينا من منطقة الفيلات والسكن الفردي والمناطق الأخرى. حنا كنقولو في المناطق الأخرى من جوج دراهم إلى 12 درهم للمتر مربع. لا يتم إصدار أداء الرسم الذي يقل عن 100 درهم. راه فلاحة حنا باينين، راه ما غاديش واحد من الدار يقول لي أنا فلاح شاري 20 قطعة ولا 15 قطعة، أنا فلاح راه باين لا شاري. فهمتيني كيفاش؟ شي علاش ما كتفرقش سوا درتي المواتير ستة ولا درتي 12 ما غيضروش الناس ديال المنطقة. إذا كانت المستثمر وخا تجي في السوق كانت بالنسبة للفلاح راه تنهضروا عليه. فهمتوا علاش؟ عطاوتي هاد السوق راه مزيانة ستة دراهم ستين ألف درهم القطارة ما سهلش. ياخذوا جوج قطارات هما يبيعوا الموقع ماشي هذاك ما يخليهوش عامين ثلاث سنين راه ما يخلصش في العام الأول. العام الأول داز على العام غير ديال التحسين تدوز عليه. حنا عندنا سنين على الدراهم ديال ثلاث سنين ثلاثه. وانتم تخلصوا عليه الموافقه انتم على الموافقه الموافقه ممتنع وشكون الممتنع شكون الممتنع؟ ممتنعون عزيز وزلال معارض ما كاينش تعرفوا 29 كثمن افتتاحي بالنسبه للسوق وبالنسبه للنزارة 2000 درهم. ولكن دابا حنا بالنسبه للسوق راه ما كيدخلش هذيك المداخيل اللي دايرين هما تقريبا 3 مليون في الشهر. ما هنا الجامعه خدمت فيهم ب 66 شي هما دخل 20000 درهم. النقطه هي قراءه في الميزانيه ولكن النقطه الاهم هي كانت المشكل ديال الدخول المدرسي ولا المشاكل اللي لقاو الوليدات في هذا الموسم الدراسي هذا وبالاخص الابتدائي لان كانت الافتتاح ديال واحد المدرسه جماعيه تم الاحداث ديالها مؤخرا والاغلاق ديال المؤسسه القديمه. وهذا كان واحد التذمر بالنسبه للساكنه لان الافتتاح ديالها جا في واحد الظروف ما كانش في محلها، ما كانش توفير ديال النقل المدرسي، ما كانش بالنسبه للماء لصالح الشرب، بالنسبه للكهرباء، هذه المشاكل كامله الجماعه كانت هضرت مع الناس المسؤولين فيها وراسلتهم، خصنا زعما اتخاذ الاجراءات بهذا الخصوص، وكان تعطر هذا الشيء وما كانش شي تحرك بالنسبه للجهات اللي مسؤوله على هذه القطاعات. داكشي علاش تولد هاد المشكل هذا وكانت مجموعه ديال الاحتجاجات الساكنه وكانوا تيهضروا بان الجامعه راه دارت الاحداث ديال واحد المدرسه جماعيه ودارت الاغلاق ديال المؤسسه القديمه
انا باش نوروا لهاد الناس هادو ونبعدوا عليهم هاد المغالطات اللي واحد الجهات ولا واحد الناس عندهم اهداف هادشي كيبقاو يحرضوا فيهم، وان الجماعه ولا المجلس الجماعي ما عنده حتى شي علاقه بالافتتاح ديال المدرسه الجماعاتيه او الاغلاق ديالها. حنا الاختصاصات ديالنا ما تنفتحوا مدارس ما تنغلقوهم، حنا تنحاولوا نكونوا زعما كيف قلنا في الدوره شركاء ونخفوا على هاد القطاعات ونعاونوهم باش يكون السير العادي ديالهم. إذا تعذر علينا في حدود اختصاصات ولا في حدود الإمكانيات، حنا راه ما نقدروش نديروا شي حاجة فوق طاقتك، ولا ما يمكنش تعطي شي حاجة اللي ماشي بيدك ولا ما تقدرش عليها. إيوا هادشي اللي كاين. ونقاط أخرى نقاط عادية، وهي القراءة في الميزانية، الإخوان خليتهم هما اللي غادي يناقشوها ويدوزوها. كانت بالنسبة للتعديل ديال القرار الجبائي بالنسبة للمنطقة الصناعية اللي ولا التصميم التهيئة ديال اللي دار، كان خصو يدار له قرار جبائي ديالو بالنسبة للأراضي ولا الضريبة على الأراضي الغير مبنية، حتى هي تناقشات وراه تخدا فيها مقرر. إيوا هادشي اللي كان الإخوان. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديرو جيم.